نبتدي المرحله اللي بعدها. احب افكركم ان المرحله اللي بعدها صح وغلط وانتوا بس اللي هتجاوبوا، ما عرفتوش عندكم وسائل المساعده. اوكي اوكي يلا. سهله قوي اصلا. عيد شم النسيم نحتفل بقدومه في الربيع ونقوم فيه بتلوين البيت، صح ولا غلط؟ غلط. بجد غلط؟ امال بنعمل فيه ايه؟ قولي يلا. خلاص لا غلط. انت بنعمل فيه ايه بقى عيد شم النسيم؟ بنلون فيه. طب امال انا لسه قايله ايه؟ بجد انا قلت ايه يا عمر؟ التصنع مش حلو. ها عرفتك. اوكي طيب هنا سهله قوي برضو. عيد الام نحتفل به في شهر مايو ويقوم الأبناء بتقديم الهدايا فيه لأمهاتهم. صح. صح؟ بذمتك؟ غلط. بذمتك برضو؟ هي قالت صح عامة، هو بيجي أمال إيه؟ إيه الغلط طيب؟ مش أنتِ قلتي غلط؟ مارش. فين الغلط؟ مارش. أيوة ما أنا عارفة يا ماما، ما إحنا عارفين. ما أكيد أنا عارفة. إيه بقى؟ مارس. ايوه انهار ابيض عليا. ماشي لا ركزولي بالراحه يا عمر. ماشي يا عمر. مفرد كلمه دجاج هي داجن. غلط. امال ايه؟ دجاجه. دجاجه. برافو. ايوه كده يا عمر كده. ايوه ركز. ماشي. مفرد كلمه حقائق هي حقوق، صح ولا غلط؟ صح. صح؟ غلط. لا غلط. انا هي بتقول صح. انتوا ممكن تبصوا لبعض عشان ايه قبل ما تجاوبوا. الصح ايه؟ الصح ايه؟ الصح ايه يا بريلا؟ مفرد حقائق ايه؟ حقيقه. برافو. حقيقه. برافو. هحسبها لكم طبعا. صح. ماشي. الفنانون مهمتهم انشاء المباني والطرق، صح ولا غلط؟ غلط طبعا. غلط. ماشي. امال مين؟ مهندسين. مهندسين. مهندسين طبعا، ما هو مهندسه. الموسيقى جزء أساسي في الكثير من الاحتفالات وتنشر مشاعر الفرحة والمحبة. صح. طبعا صح. وتقول لك صح طبعا. طيب ماشي. ايه رأيكم نخش على المهمة اللي بعدها؟ اللي ما لعبش بقى يجي.